جينفاس هي جمعية إيكولوجية تابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والسير بسطات، اللي التوجه الرئيسي ديالها هو دعوة المجتمع المدني للمحافظة على البيئة والانخراط في فعاليات بيئية وتشجيع على التنمية المستدامة. اليوم الجمعية ديالنا انضمت نشاط بيئي تحت اسم باغادي بوتانيك، للهدف ديالو هو اننا نوعيو السكان والمواطنين ديال هذا الحي ان المحافظه على البيئه والاعتناء بالمساحات الخضراء لا يقتصر على الجماعات المحليه او الشركات، وانما هو يجب انخراط ومشاركه والتزام من طرف المواطنين والمواطنات. اليوم كنضموا اول اكسيون لينا في هذا الموندا هي باغادي بوتانيك. هاد لاكسيون هي ان احنا جينا اليوم احنا ولي مومبر ديالنا ديال الكلوب غرين انفست اللي هنا في لانسيجيستات باش نديرو الغياميناجمون ديال هاد الجاردان. اختارينا هاد الجاردان ديال مبروكة اول حاجة حيتاش الناس كيجيو ليه، يعني كيكون ديما عامر، واقترحنا ان احنا نقادوه. سكيفي اول حاجة حطينا البروغرام ديالنا اللي اول حاجه غادي نديرو النيتواياج. قررنا بدينا اول حاجه بالنيتواياج، معنا كاع زعما كاع دوك لي زوردور اللي كاينين. المهم اليوم كنديرو واحد لاكسيون اللي هي سميتها باغادي بوتانيك، اللي هي بالاطر ديالها غادي نشوفو غادي نديرو الغياميناجمون ديال هذا الفضاء ديال الاطفال الصغار. كما كنا كنشوفو بان هذا الفضاء كان ملوث، وكما تنقولو بان الانسان ابن بيئته، الا انسان تربى في واحد البيئه اللي ملوثه وماشي منظمه اذا راه واحد 90% ما غاديش يطلع مزيان. دوكو اتخذنا هذه المبادره اننا غادي نجيو ونقادو هذا الفضاء الفضاء بحال جديد. مازال ان شاء الله غادي نديروا انشطه اللي الهدف ديالها هو اننا نوريو للمواطنين ان الحفاظ على الصحه ديالنا تبدا من الحفاظ على المساحات الخضراء ديالنا. كنطلبوا من الساكنه انها تحافظ على هذا الشيء حيت حنا درناه باش يبقى لهم زوين ويجلسوا في بلايص زوينين، و كما قلت لك يحافظوا عليه ويخليوه نقي الاجيال الجايه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.